ناس كتير جدا ممكن تصحى من النوم مخنوقة، البعض بيرجع ده لحاجة اسمها انقطاع التنفس النومي. كلام كتير جدا عن اختبارات النوم المنزلية اللي أصبحت منتشرة دلوقتي وبتحقق نتائج موثوقة لحالات انقطاع التنفس النومي. في ناس بيبقى عندها مشكلة في التنفس وهي نايمة، وده ليه مخاطر كتير جدا، ممكن ينتج عنها ارتفاع في ضغط الدم، ممكن ينتج عنها أمراض القلب، ولا قدر الله ممكن ينتج عنها السكتة الدماغية. طب يعني إيه اللي بيسبب ده؟ يعني فعلا زي ما أنت قلت في ناس كتير بتتعرض لده، طبعا أسبابه إيه؟ هل هو مثلا أسباب تنفسية بتبقى في مجرى التنفس؟ هل يعني إحنا مش عارفين بالظبط إيه، لكن هتكلمنا أكتر عن أهمية اختبارات النوم المنزلية. الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بالقصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا فندم. إيه هي اختبار النوم المنزلي؟ صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. بما اننا بنتكلم في الصباح، ف هو طبعا فكره اهم شيء للنوم الجيد ان حاجتين مهمين جدا جدا، علشان نوصل لنوم جيد لازم يبقى عندنا تنفس جيد، ولازم يبقى دورات النوم كلها تتم عندنا، يعني الدخول في دورات النوم يتم بنجاح كامل. علشان نعرف إذا الخطوتين دول مجموعين على بعض تموا efficiently أو بنجاح، لازم نعمل حاجة أو بنسميها اختبار النوم أو فحص النوم. فحص النوم عموما يعني مبدئيا، علشان بس الناس دايما بتهابه او بتخاف منه، فحص النوم هو فحص بسيط قوي، هو اساسه زي رسم المخ البسيط، يعني لان رسم المخ هو عباره عن سلوك زي رسم القلب كده، تبقى سلوك بتتحط خارجيه اساسها طبعا على الجمجمه من اعلى، يعني بيزيد عليها بقى لما بنعمل فحوص النوم ان احنا بنقيس النبض، بنقيس التنفس، بنحط زي كده زي ديتكتور يعني، او حاجه بتقيس لنا زي مثلا في المستشفى لما بندخل في الرعايه او حاجه زي كده، بنحس بنسمع نبضات قلبنا واحنا نايمين، نفس الفكره. وبيزيد عليها برضو كمان ان احنا بنقيس التنفس، او بنحط حاجه بنسميها شبه ماسك الاكسجين اللي هو البسيط، يعني دبل علشان نبسط للناس ايه بس اللي تقريبا بيحصل. علشان بس فكره الخوف من الاختبار، لان دي اللي دايما بسمعها يعني من المرضى. احنا في العادي بنعمل الفحص ده في المراكز المتخصصه لفحوص النوم، وده المتعارف عليه في العموم. ساعات ناس كتير قوي بيبقى عندها فكره مهابه ان هي تنام في الاماكن اللي غير اللي هي مش متعوده عليها. عشان كده بتعملوها في البيوت. علشان كده علشان كده الطب الحديث وفر لنا حاجه اسمها رسم مخ متنقل، وبالتالي فحوص نوم متنقله في المنزل. يعني احنا بنقدر بنعمل مثلا رسم مخ في الرعايه المركزه، بنقدر نعمل فحص نوم في الرعايه، بنقدر بالتالي نعمله في المنزل. ايه الفكرة كلها؟ ان احنا بنحاول نساعد، يعني كان فكرته المبدئية ان احنا نوصل لحد المريض بداخل اللي مش قادر يوصل لحد المركز. مفهوم. طيب ما هي دورات النوم يا دكتورة اللي حضرتك اتكلمتي عليه؟ سوري معلش ما سمعتش. ايه هي دورات النوم اللي حضرتك اتكلمتي عليه؟ احنا عموما النوم بيعدي بالمراحل الاتيه، بيعدي الاول بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، واهم مرحله بتخصنا علشان يوصل النوم انه يكون مشبع، اللي هي المرحله النهائيه اللي بيبقى فيها العضلات مسترخيه تماما، اللي هي المرحله الرابعه. اللي هي المرحلة الرابعة. طب ولو الواحد ما بيوصلش للمرحلة الرابعة بشكل عام، لأنه بينام يعني أوقات متقطعة، ده يأثر على جسمه؟ بيأثر على كل شيء، لأن ده اللي احنا حتى بنسميه
مرحلة الحلم، وده اللي بيبقى فيه الاضطرابات كلها أو أغلب الاضطرابات. يعني الاضطرابات العصبية للنوم أغلبها بتكون في مراحل الحلم. دكتورة سلمى، يعني عشان الوقت أنا محتاجة أعرف من حضرتك دلوقتي، المشاهدين اللي بيحس بإيه الأعراض اللي لو حس بيها يعمل اختبار نوم؟ اختبارات النوم، أي حد بيقوم النوم تاني يوم الصبح حاسس إن هو مكسر، النوم مش مشبع، مصدع، جسمه مش في النشاط، بشرط يكون نام عدد ساعات 8 ساعات أو أكتر؟ لا مش مشكلة العدد الساعات على فكرة، المهم، لأن بتختلف من شخص لشخص، يعني دي مش زي ما الناس متخيلة. المهم إن أنا أقوم قادرة أدي مجهودي بشكل نشيط وكامل. طيب تكسير الجسم ايه تاني؟ نعم، تكسير الجسم وايه كمان؟ لو انا بالليل بسمع بشخر بالليل، او في اصوات ليليه بتحصل، او بيحصل يعني تقطع في النفس اثناء النوم، مش شرط ان هو اللي يحس بيه، بس ممكن الزوج او الزوجه او الاب. تالت حاجه يا فندم، تالت حاجه يا دكتور، تالت حاجة إن أنا أحس إن في خلال النهار إن أنا بنام على نفسي، مش قادرة أقاوم النوم. لو التلات حاجات دي موجودين لازم أتجه أعمل اختبار نوم. بشكرك دكتورة سلمى مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بالقصر العيني. إحنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر أكيد، بالذات لأن إحنا في البرنامج الصباحي، وأكيد نحس بكل. نشكرك مرة تانية يا دكتور. شكرا لك يا دكتور.